اجي واحد يقول لك عاوني بغيت نلعب بطوله تقول له اوكي انا نعاونك اصاحبي مرحبا كي تعطي شي حاله كيعلق كيبلوكي هنا كتعرف بان واحد همو ماشي صحته مشاكل بنادم غادي مكسير يا صاحبي الماكله ولات غاليه الدجاج البيض البطاطا الروز كلشي ولا غالي العالم ديال لي زغمون اخويا هضرني شويه على العالم ديال لي زغمون اخي كوبرا شوف العالم ديال الهرمونات ظلام تعرف حتى تعيا وما تعرف حتى خرى باش نقولك شنو كاين ظلام شنو بغيتي بالضبط تعرف اي يقول لي شنو بغيتي تعرف بغيت نعرف داكشي اللي ما كنعرفوش زعما اللي غادي يعرفو اتليت بالقدوميه ديالك وبالتجربه ديالك هو شوف لي زغمون اون جينيرال اي واحد كي كونسوميهم عنده سايد افكت فين كتبقى عياقتك كيفاش تخرج من السيكل بلا ما اثار جانبيه هنا فين تكون خدمه مزيانه نقيه فهمتي وباش تخرج بلا اثار جانبيه دونك غنكونسومي فلوس كثر راه فاش تسالي السيكل ديالو كتسالي بطوله دونك خصك فلوس اخرين باش ترجع كلشي للنورمال ديالو كثر كثر من اللي خسرتي ولا تقريبا قدهم قدهم ولا قل المهم كاين واحد كاين واحد البلس كتزيد حيت بنادم باش كيسالي بطوله شنو كيبان لي بان ليه برجر وسكر بغى ياكل ويشرب داكشي كان محروم منه تبقى ياكل فهمتي ما كينسى ان راه صحته راه كان بيكي عليها خاصك ترجع دير التحاليل ودابا كتجي عندك واحد تقول ليه خاصك دير التحاليل تعلق اجي واحد يقول لك عاوني بغيت نلعب بطوله تقول له اوكي انا نعاونك اصاحبي مرحبا كي تعطي التحاليل كيعلق كيبلوكي هنا كتعرف بان واحد همو ماشي صحته شنو همو غير الصوره ديالو الصوره هو يعاود الراسه تلقى واحد طالع يلعب بطوله في الباكستيج طايح مغيب غيب فهمتي مشاكل بنادم غادي مكسير يا صاحبي عرفتي شنو مورك على الكسير هذا وهادشي زعما دايرو قله الوعي ولا بنادم ما تيقلبش ولا ما تيسولش ولا شنو زعما لا بنادم عارف السايد افكت الناس عارفه ايه هو بنادم باغي يوصل بالزربه تقول لك واه داك الموقع اللي والو حتى نديرو حتى باش عرفتي هذاك راه بحالنا بحال هذاك الكيكمير كارو كتلقى واحد كيكمير كارو 80 عام موقع عليه والو واحد حكمه شهرين مسكين طاح بالسل ولا طاح بشي حاجه كونسير ولا شي حاجه فهمتي الصحه ديما الاولويه الصحه باش معيش عائلتك ووالد والديك تقاتلوا عليك اصاحبي 20 عام باش يربيو فيك تجي اصاحبي بسيكل ترونها فهمتي عاوتاني يبداو يخسروا عليك فلوس نلوح رجلي في واحد الحاجه اول حاجه نكون مقتنع بداك الشيء اللي غندخليه حيت تدخل واحد العالم فيه فلوس بزاف راه كنهضروا على لي زورمون فيهم فلوس بزاف يعني غنزيدهم على الماكله والسابليمنت والمجهود اللي كدير شو شحال من حاجه ولات عندك مجهود في نهارك هذاك المجهود ما كيخليكش تمارس الخدمه اللي كتخدم تكون ريجيم قاسي وكارديو الصباح كارديو عشية وداك الشيء فتره التنشيف يعني فتره التنشيف وبطوله داك الشيء ما كيخليكش تخدم خدمتك اللي كتجيب بها طرف الخبز ياك حاجه ثانيه سابليمنت غاليين وحنا كنعرفوا في المغرب الديوان وكلشي كلشي غالي ياك حاجه ثالثه الماكله ولات غاليه الدجاج البيض البطاطا الروز كلشي ولا غالي شوف حاجه الرابعه هو داك الشيء اللي كتكونسومي عشان فاش تقرب البطوله هي ما حد كتقرب البطوله ما حد كتكونسومي كونسومي ماشي ماكله هي فلوس فلوس تقدر تاخذ كومبريمي غاليه 800 فهمتي مساله عاديه باش تحيد لواحد واحد المشكل ديال واحد الحاجه وانت غادي فهمتي ولا تقاد هادي بهادي بقيتش غادي بحال هكا كتخسر الفلوس الا ما كنتيش قاد ما تدخلش هاد العالم اي فوا كتدخل يعني كتطلع كتقول غير نجرب نجرب سوا اطلع بها نيفو ديك التجربه اطلع بها نيفو وغتفش وغتصبر وغتريح ترجع للور كيف كنتي ياك ولا اطلع بها نيفو تبقى غادي به والا بقيتي غادي به الفلوس كثر فهمتيني ما يمكنش تسيكلي مره وتبقى غادي بديك النيفو مضوبل من هنا قدام تبقى غادي تبروغريسي ضروري خصك فلوس بزاف يعني غنخسر فلوس كثر يعني الا ما كنتيش قادر ما تدخلش من الاول ما تجربش ويلا جربت شي وحبستي في نص الطريق غتجيك ديبرسيون ما غتحبس داك الشيء غترون غتولي باغي ما باغي حتى شي حاجه لا صار ما باغيش تشوفو مالي على هادشي من الاول ما عنديش فلوس اصلا يكون عندك فلوس لما يكونش عندك خصك تختار تعرف شنو خصك دير شنو هي الرياضه بالنسبه لك اصلا فورما وبحر وكره والحوايج ما ندخلش لي زون ما ندخلش لي زون ما ندير بهم علاش
صعيب رانا شي راه طلع مفرقع فهمتي طلع فورمه زوينه هي الزربه كيف قلنا الزربه هي اللي كتخلي بنادم ينقذ المراحل وخسر فلوس كثر وتصدق خاسر هنا وغير روينه دونك الا ما كنتيش باغي تطلع فوق ستيج من الاخر نساعدك شي حاجه الا ما لا حتى لي كومبيتيسيون حتى الكومبيتيسيون ماشي بحال اي وحده حيت دابا شحال هادي تقدر تطلع لها شويه تلعب من فيزيك فورما لي زابدو لي زوبليك كلاسي هادي دابا الامور تبدلات السوشيال ميديا لعبت واحد الدور كبير النيفو كبر تلقى مانس فيزيك كيوزن 100 كيلو فهمتيني اه في المغرب عندنا دراري دابا ولاو مانس فيزيك خطر تلعب 100 كيلو دونك شنو خصك ما ناتيرا لا بنات القبيل ناتيرا ما غاديش غاديش عندك شوف تقدر الا كانت عندك جينيتيك خطيره تقدرش كلاسي ولكن ما تحيداش اليوم ما غتحيداش اه كلاسي ماشي نقول انا ناتيرا الا بغيتي الا كان الهدف ديالك تلعب عاوتاني في ستيج تعيش داك الجو ديال الصباغه وتسخن في البلاي ستايل اه داكشي زويون فهمتي وتصاور في ستيج والاضواء عليك وكتشوف الناس وكتا مزيان سير انا ناتشورال حتى هي نقول لك سير انا جرب يكون عندك كوتش هي مزيان اللي عارف يحط لك الروشارج وكلشي راه طلع زوين راه كتلقى واحد مضوبي وكلشي وكيخسر غير في الروشارج ما كيديرهاش مزيان ما كيديرش الروشارج مزيان كيطلع بحال عمرو ترينا وهاد الامور عارفينها هنايا راه السيمانه الاخرى هي كلشي داكشي علاش هكتي الهدف ديالك ماشي كلاسي تكلاسي هي ما تحيدهاش بحال دابا كاين بطولات تكون في واحد المبلغ ديال 50000 درهم الا كان الهدف ديالك تحيد ديك 50000 درهم راه ما غتنقبهاش فهمتي الا كان الهدف ديالك تمشي تكلاسي البريمير لا باش نهضر على البطولات اللي قويين ماشي اقصائيات بطولات المغرب لا اقصائيات اسم الصدرعه ولا تا شامبيون ماروك تا يقدر يجيبها ناتشورال الواحد حتى دابا الابطال اللي كبار ما بقاوش زعما اللي تيكون عندهم نيو مابقاش يلعب لك في بطوله المغرب ما يلعبش لك في بطوله كاس العرش خاصو يتسنى شي بطوله وازنه لكن يشوف شي حاجه غيدخل منها الفلوس اصاحبي بنادم فريمو خاسر على راسو فلوس وكنحييهم الدراري تلقى بنادم كبير اصاحبي وناشف وباقي صغير في اللاج تبارك الله كلشي عنده جينيتيك عنده كلشي علاش تلعب في بطوله المغرب واش عندك 3000 درهم ترونسبورت الكار باش جاي من الرباط فهمتي كيلعب فشي قلب على شي بطوله فيها غرون بري ولا ام بي سي ولا شي حاجه بحال هكا اللي غيطرد ليه على الاقل الاعتبار شي ما يربحش على الاقل يربح تصاور فيديوهات لايتين ستيج زوين تعيش داك الشيء ديال العالميه اه تعيشو وتتلعب مع واحد جنبك جزائري وجنبك بولندي احسن زوين احسن زوين واخا ما تربحش التصويره وسطهم راه مزيانه فهمتي يعني ابطال الكبار كيختاروا بطولات اللي غتجي اللي غتناسبهم والحمد لله في المغرب دابا كاينين الناس من نفسهم كيديروا بطولات من فلوسهم تيخسروا فلوس صحيحه باش يديروا لك هاد البطولات اللي عالميين يحضروا لك ناس من بلدان بزاف بحال الام بي سي كانت في الرباط راه جاو ناس من حضرت ليها انا جاو ناس من العالم كامل العالم كامل وهذاك الشيء زوين باكستيز زوين كلشي تصاور لايتين لي فيديو داك الشيء كلشي زوين تتعيش ديك اللحظه وفريمو تستاهل تلعب فيها هذيك تستاهل تخسر عليها فلوس تلعب فيها علاش والديك على الاقل الا جاو تفرجوا فيك يجلسوا مرتاحين فهمتيني كنتمنى وكنتمنى الصراحه يوليو بزاف ديال اللعيبه شحال هكا بطولات هما الصراحه غاديين وكيتزادوا راه ما بقاش داكشي كيف ما شحال هذه ولكن ماشي من الجامعه باش كنعرف البطولات ديال الجامعه ولا هو اشاعه دابا حيت الجامعه فريمو ملي كتشوف واحد جالس في منصب اكثر من 8 سنين اسمح لي الصاد هو اصلا خياط شتا شي بطوله تا هذاك الكورس كاينين المتطفلين على الدومين بزاف انا نقول لك راه تلقى هي مدرب رياضي اختصاص في التغذيه شد معلومه من 8 سنين قبل الا ما جددهاش هاد 8 سنين هذيك راك مات لي الحوت راك اولد سكول الصاد فهمتي راه كل عام كتخرج معلومه جديده ولا كل شهرين دراسه جديده بعد جديد تجربه جديده فهمتي كتلقى الناس ديال شحال ديالو كيخربوا فهمتي حيد عليا داكشي جيب لي الناس اصاحبي اللي فاهمه في الدومين الناس اللي خارج على برا عارفه محاكم على زاتليت كبار كلشي هذا الشيء اللي خاص الجامعه ما خاصناش اصاحبي واحد كبر من الوالد اصاحبي كبر من الوالد مازال غادي بلاصه معاك لا صاط باقي خدام داكشي قديم باش عاقل هو باش عاش وراه عندهم داكشي اولد سكول فكره اولد سكول تصور معايا والله القاسم في واحد الجرون بريك تنعقل عليها كانت في كازا والله القاسم الا كان واحد في الحكام خياط قسما بالله واحد ودابا انت راه صعيب تقول شي واحد صح انت كتبريباري 4 شهور خاسر زبيره الفلوس وكل شيء باش يحكم لك خياط
خيش كيعرف ونقولوا كيعرف عارف معلومة ديال 2001 واش المعايير ديال 2001 ديال 2023 لا قدر يظلمك ما يحسش باغي يظلمك بلا ما يحس دايزة فهمتي ما يعقلش عليك ما يعطيكش داكشي تسهل كيشوف مع شنو هو المعايير ديالو بصح شكون عارف دونك حسن اللي نقدروا نقولوا الا كانت كان بامكانك زعما تكون ما بين هاد الاعضاء هادو اللي نقدروا نقولوا شادين طومين في المغرب زعما شنو بغيت تبدل اول حاجه اللي ما كرهتش فريمون الدار ويكون واحد البريم خاص يكون عندنا ايكيب ناسيونال خاص يكون ايكيب ناسيونال ولي الا كنهضر على ايكيب ناسيونال خاص يكون فلوس كتعطى الاتليت انت اخويا تختاريتي في ليكيب ناسيونال رياضه انت عارف وانت رئيس الجامعه صاحبي وعارف الرياضه بريباراسيون وحده كتطلع لك 40000 درهم وعزلتي دراري هانت بريبارو ب 40 دابا اسمع دابا سته اتليت بريبارو ب 40000 درهم ياك باش يلعب في مباراه اختيار المنتخب الوطني ياك اللي غيتختار فيهم يمثل المغرب في مسابقه دوليه جي عندك اتليت خسر 40000 درهم واختاريتيه عجبك بيان سور اختاريتيه باش يمثل المغرب عطيه 5000 درهم ديالاش تقول لي غنعطيك 5000 درهم باش توجد الراس لهاد المسابقه اللي غنلعبوا فيها في الصبليون اش خربقه الصاد تناوي اصاحبي وف تيست خسر زبالة فلوس عاد مسابقة عالمية شنتيني وما عارفينش هما هادشي واش هما ما عارفينوش شكون هادو هادو ما عارفينش انه 5000 درهم ما تقدر دير لك والو ما عارفين هو صاحبي وتنقول لك واش طابا نقدروا نقولوا الفلوس والبريم خارج اصاحبي خارج واجمع اصاحبي وبنادم كيبان ليه يقدر هاد العام ما يكونش انت رئيس تقدر هاد العام ما تكونش واش طاب ليا البشر جات الهوته ما كاينش مراقبة من هادشي دابا هذا هو المشكل شي مغطي على شي ويه غادي فهمتيني هاد ليكزومبل اللي عطيتك راه خطير اصاحبي بنادم خاص الفلوس وانت عارف الرياضه فيها خسر الفلوس اصاحبي تيقولوا بان هاد الرياضه رياضه الاغنياء واش من الاغنياء وغالي انا نقول لك انا اونتي هاد اللعيبه هادي انا غنقول لك علاش واخا تقتنع رياضه الاغنياء من ناحيه هذيك الغني عنده الفلوس باش يوفر داك الشيء ولكن ما غيلقاش عنده الديسيبلين اللي عند الفقير الفقير عنده الديسيبلين محكوك ضيت عليه تماره نتعاود لك على راسي ضربين تماره خدمنا في الموقف خدمنا في الشانطي ديبلاسينا مع البنايه طلعنا لمدريد تعينا باش نتخيضوا في لاصال ولا تقيتي في لاصال تكون فيك ديك الديسيبلين باغي توصل وعارف خاصك تضرب تماره باش توصل هذا اللي عنده الفلوس ميستري ماشي كلشي اللي ميستر كلشي كتلقاه موفر عنده كلشي عنده كاين ديسيبلين ما عندوش تلقى تيشري الدواء سابليمنت الماكله السمو الثلاجه عامره بالسمو الدجاج كلشي ولكن الاستمراريه ما عندوش ما يقدرش ينوض الصباح يدير الكارديو وانا جاني الجوع والريجيم قاص فهمتي فهمتي كيكملش والاساس شنو هي الرياضه هي الديسيبلين ديسيبلين بالفلوس مازال الفقير يقدر يتقاتل ويحررها خونا ما يقدرش يحرر الديسيبلين ما يقدرش يجيبها يعني خاصك تكون مربي فيها يرجع يضرب تماره باش عارف شنو هي الديسيبلين والقله انا كنهضر على القله كاينين دراري تبارك الله ميسر عندهم القضيه وكل شيء ولكن شادين الرياضه ملي خصها تشد عارف بان الاساس فيها هي الديسيبلين وماشي انا عندي الفلوس شري 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 شري, شري. وكتبغي تطبق نضرب فين وصلتي قتلني الريجيم وتبقى مسكين واحد ما عندوش خدامه ب 50 فريال بيتزا هاوت هادشي تقات ولا عطاو عليه ليفرور وعليه فرور ومقاتل والسيكيريتي اصاحبي خدام 12 ساعه بطل المغرب يلا تصور معايا تخدم 12 ساعه وتبريباري البطوله انت خدام 12 ساعه وغادي بزيرو كار اكثر من ديسيبلين اكثر اصاحبي داك الشيء نقول لك الرياضه ماشي ديال الاغنياء ديال الفقراء هاد الفقراء ما عندهم ديسيبلين ديسيبلين هي اغلى حاجه والفقير يقدر يجيب فلوس وزائد ديك الديسيبلين غيوصل الغالي ما غاديش قول لي ودابا قول لي ما يقدرش يشري الديسيبلين فلوسه ما تشريهاش اصاحبي ما كتشريهاش وقول لي دابا انت شي واحد قول لي كيفاش يشريها كيفاش تزاد فيه بغاها بالفلوس واحد لاباس عليه بغى يخسر زباله فلوس باش يولي ينوض الصباح ولا في العشيه كارديو الصباح في العشيه يدير جمرات في النهار ويموت بالجوع ويصبر على ديك الحساسيه ديال الجوع
كل يعيش لها خصو يعيش مع كوبرا خصو يضرب تمارة بالرجولة فهمتي داك الشيء نقول انا هذه الرياضة ديال الفقراء الفقير يقدر عنده الديسيبلين عنده لاباز يقدر يخدم ويوفر فلوسه ويزيد يخدم خدمة ثانية يوفر ويلعب بطولة ويدير قول لي شي اتليت دابا ميسر عليه في الابطال الكبار الابطال كاملين اللي تبارك الله دابا تلقاهم زيرو ديال مسكين على الحد كيسالي بطولة كيرجع يرجع في كريديات المخير المخير قلة المخير تا هذاك اللي يلاه يلاه طبقة شوية بخير كتلقاه تيبيك يقدر يسالي البطولة زيرو ديال كتلقاه زيرو ديال تلعبها المهم لعبها عرفتي اش كتلعب بطولة وكترجع كتنفس كتقول الله فهمتي ولكن مع الوقت كتولي تعيق كتقول انا كنكبر ولا عندي وليدات وعندي مرا مسؤوليات حش مني خصني نقلب خدمة زايدة نديرها لهادشي ولا على الأقل راسي هادشي اللي كنخسر على راسي ندخل منه فلوس فوالا هاد السؤال اللي كنت باغي نسولك واش الدومين ديال البودي بيلدين يقدر يجيب لك فلوس من غير البطولات يقدر ولكن لا كنتي ماشي حمار راه كاينين شي دراري كنعرفهم كيتريني وكيبريباري ما يحرك كوتشينك ما يقرا على راسو ما يجدد معلومة راه خاصك تدخل فلوس اصاحبي من فورمتك حاول تدخل فلوس فهمتي انت كتكتسب واحد الحاجه زوينه تبارك الله مثلا واحد تعرف التغذيه مزيان علاش اصاحبي علاش ما نخدمش طلع الناس محتاجينك فهمتي ما تبقاش كيسول قاص الدار فهمتي خل كيبقاو في الكونفور زون ديالو بزاف خرج اصاحبي ضرب تمارة خرج شقى عليها خرج اصاحبي كيف ما قلت لك انا كنعس مع 3 الليل وكنفيق مع 6 الصباح خدامين السنة وهذا البودكاست اخوتي كيتصور مع 12 ديال الليلة باش عادية امور عادية فهمتي ونرجع نكمل ليوروبا اللي باقي اليوم الصباح وشي الصباح هادي تنقول ما حد الجهد كاين نخدم غيجي واحد النهار غتجي الخدمة ما كاينش الجهد ما كاينش نقول ما عندي جهد ها الخدمة كاين ما عندي جهد واخدم اسيدي باش تجي ديك الوقت نكون مرتاح ما محتاجش الخدمة انا اصلا فهمتي انت عارف بان عندك واحد الرياضة كتمشي عليها تتخسر فيها زبالة الفلوس عرفتي الا ما قدرتيش توفر ما بين هنا وهنا راه غتخليها دونك شنو خصني نمشي نقلب على خدمه اخرى وندخل من هنا وندخل من هنا وندخل من هنا باش نوفر راسي ولعائلتي الا ما قدرتيش هي ريحه بطل عائلتك هي الاولى سواء باك وامك سواء ولادك ولا مراتك ديما العائله هي ليها الاسبقيه ما تقولش لا انا ولا قلتي لا انا الظروف وكذا غنطلبوك انت علاش عندك صحتك وعقلك تسمعت مليون ما قدرش يدخل منه فلوس 40 مليون مغربي ما قدرش يسمح معاه فلوس خمسة اكسكيوزز اكسكيوزز اعذار اصاحبي والله راه في المغرب بيع معلقه وتباع لك صح ندير معلقه هي اللي غيدير ما كاينش واش فهمتيني هل اللي غيدير ما كاينش ومني كيخرج المشكله شي واحد كيدير شي لعيبه ديفرنت عليهم وكيلقى شي نتيجه بحال كيعطى ما تيحملوش اوكي والله كيحملوش كاين هذاك حقود حقود بنادم ما عرفتش علاش حقود وكيشوفك صاحبي واه مثلا في حومتك دابا في نظرك دابا انت هذوك اللي كيعاونوك واللي كيموتيفيك راهم اللي كانوا حاقدين عليك في الاول واحد دابا تيموتيفيك تبارك الله عليك خي حسن انت تبارك الله حيت شافك وصلتي كنبغيك انا جايك الهضره خلينا ندور لك من العريس انت تبارك الله فورما كذا تبارك الله لعبتي في كومبيتيسيون كذا هذاك راه كان حقود قبل ما تبدا وتا واخا يتريني شي يلا لابان وتا شو كتنفخ تيضرب كدا تيدير كدا تيدير كدا وانت الهضره كتوصل لك وكيجيك واحد ما الاخر تيقول لك ما فورما عندك كاين جينيتيك خاري عندك فهمت تبغي حتى هكا انت الداخل ديالك كتموت كتحطم حتى دير واحد المجهود مدوبل باش تسمع هضره زوينه في الاخر كيهرسك شي واحد فهمتي راه هما نفسهم بنادم اللي حاقد عليك من الاول ما كيموتيفيكش ما كيبوشيكش هو نفسه اللي كيبوشيك من بعد تقول تبارك الله خويا حسن وكذا وهادي راه هما اللي حيت كيشوفوا النتيجه شوف هاد الرياضه هي الوحيده اللي حتى كتوصل تيصفقوا عليك ما يصفقوش عليك من الاول ماشي هي شي رياضه اخرى بحال الناتاسيون كذا ولدي صفقوا لي عاونوا شجعوه كذا وصل بريمير تبارك الله باش جهه لا هادي لا حتى واحد ما غيعاونك من الاول كون اكيد حيت غتخسر الفلوس بزاف حنا ما معاكش لا باك لا موك لا تا واحد غتشري بلاطو البيض في النهار ما معاكش انا اخويا غتمشي تخدم وتجيب التغذيه ديالك توفرها وتوفر كل شيء وتوصل عاد باك وماماك يجلسوا في ستيج ديالك شي مرات كنشوف كتشارك لي روبا ديالك بري ورك اوت ديالك مي شنو الحوايج اللي مكيشوفوش هما اللي مكيشوفوش هو كيفاش وفرت داك الوقت ديال هذيك الحصه كيفاش وفرتيه في ديك النهار
راه ما عندك الخدمه بزاف، حيت كون كان شي واحد اخر عادي غتوصل ديك 8 9 اي نهار كامل ما خدام. وكي غندير لها اخي حسن فهمتي، تبقى يعوج فمو غندير لها، وانت بغيتي توصل كتعوج فمك بوحدك. شوف اللي خصو يعرف بنادم هو كيفاش ترينيت في ديك الوقت. كنبان ليه انا من الصباح كنبارطاجي مع لي روبا ديالي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، تنتري في لاصال كنرجع كنبارطاجي مع السادسة والسابعة والناس. ما شافش واحد حسن راه خدام من 6 الصباح يدو في يده خدام 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 باش توفر من 8 ل 9 ولا من 8 ل 10 تريني نورمالمون خصني نمشي نرتاح فيها. لا نتريني تريني بليزير ديالي نتريني، ومن 10 نمشي للدار نوفر وقت مع ولادي ومراتي ونجلس معاهم الوقت اللي غيستاهلو عاد تجيبها مع الوحده ولا اكثر فهمت. يلا كتكمل ماكلتك وتنعس، بعد المرات تقدر ما تنعس حتى تكمل ماكلتك، هذه مساله عاديه وكنعرفها. خص تسالي ماكلتك في النهار فهمتي، يعني خص الانسان يعرف كيفاش كنقدر نوفر ديك الساعه بعدا في النهار. راه كاين بزاف ديال الحوايج كديرهم كتماله باش توفر ديك 8 ل 10 اللي كتريني فيها. دونك ما كاينش اكسكيوز، وصل الوقت لاصال خاصك تجبد هذيك خويا الحصه. انا عيش شحال فيه النهار 24 ساعه وزيد لي، انا ما كنبغيش نعس، ندخل في النعاس ونكمل، حيت غنول حيت واخا ندخل في النعاس غنعس 4 السوايع 5 على الاقل نكون ترينيت وخدمت وفرت فلوسي تماكلتي وخدمت وفرت فلوسي لعائلتي وانا مرتاح فهمتي. واخا هذيك السوايع ما كافينيش، هادشي كافيني، هادشي احسن ليا على الاقل من نعس ساعتين فهمتي. هادشي اللي كاين، المهم هو هذا المهم هو هذا. الله يجعلني ندخل في النعاس، النعاسة خمسة السوايع بارك أربعة بارك نعوضها في الماكلة، غايجي واحد الوقت وغترجع، غايجي واحد الوقت وغترجع فهمتي. تقدر في ديك السيمانة واحد الساعة، هي ما خصكش تضيع الوقت فين خصو يضيع، تبقى مريح مع الدراري. وأنت أنت بإمكانك دابا ها أنت جيتي من الخدمة وكلشي وعندك داي أوف ياك ما غاترينيش ومريح مع الدراري، سير ارتاح مع راسك. راه كاين شي حوايج راه كنبغيو نغمضو عليهم راسنا، راه كتضيع الوقت بزاف ديال الحوايج فهمتي، راه كتضيع الوقت بزاف شي حوايج بصاط. جلس مع صاحبك شاد شاد التليفون حرش النميمه وكذا كتسالي ساعتين فهمتي، هذيك ساعتين كنا نعس ياك وربي خير. شنو من هنا القدام شنو لي زوبجيكتيف ديالك؟ صراحه انا الاوبجيكتيف ديالي كان في الاول، حيت هو كيكبر معاك كيكبر معاك كيكبر معاك. انا بديت في الاول فورما، في الثانيه بغيت نلعب بطوله، في الثالث وليت كنتمتع باش نلعب بطوله، كنتمتع بديك الحياه ديال لايف سايد كيعجبني كيعجبني. دابا باغي نخلي هي بصمه ديالي في الدومين على الاقل، ترى حتى الا خدمتي مع الدراري وكوتشيتيهم وعاونتيهم يلعبوا بطولات خليتي بصمه. الا جا عندك واحد وعاونتيه طيح واحد 40 كيلو ولا 20 كيلو وطيح الوزن هذا الشيء اللي واحد طاش في حياته عاونتيه ما ينساهاش هو براسو، عاد انت اللي تنساها فهمتي. يعني هاد الحوايج كيخليوني انا كنحقق واحد المتعه بطريقه مباشره، كنقول كندير شي حاجه. اصعب حاجه هي تخدم داكشي اللي كتبغي، اصعب حاجه اصعب حاجه اه. ويلا بديتيها ما كتحبسهاش ما كتحبسهاش. انا انت عجبني نعاون الناس، نعاون الدراري دومين بارطاجي معاهم بزاف الحوايج، علاش دايرين حنا انستغرام؟ علاش؟ باش نتعاونوا مع الدراري وتبارطاجي معاهم. وعلاك وكان انستغرام في 2017 2015 11 كون راه ويلي فين وصلنا حنا، كون بدينا بكري حيت المعلومه كتوصلك ساهله، كتشوف اتليت كيبارطاجي معاك لايف ستايل ديالو كامل فهمتي. شحال هذيك تيبا تبغي تهضر مع اتليت ضربك ها باش توقف حداك تقد تلعب بنت كبير فهمتي، مقاتله مع الريجيم داكشي علاش نقول لك امور تبدلات. حنا كنبارطاجيو كلشي في انستغرام باش الدراري تاهما تموتيفاو، نجي نقول لك شي واحد انت قدوه ديالي اشني هي هذه ماشي صرا كلمه كبيره بزاف اصاحبي فهمتي. تيجي حداك تقرب ليك خويا كوبرا تبارك الله عليك كتعطيني الانرجي كتعطيني تشوف كتموتيفيني بزاف. واش عرفت شنو هي هذه وما عرفتيش صرا ماشي كلمه عابره، ملي كتقول تيقول لك واحد تعطيني الانرجي تبارك الله كتموتيفيني وكذا، يعني راه عندك واحد راه انت دير لي واحد اللمسه في حياتك، خصوصا انت عارف الانرجي ملي كتجي اه صاحبي ما كتجيكش من اي واحد، تقدر انت تكون كتجيبها من راسك اه صاحبي. تخيل معايا شي واحد يقول لك كتعطيني الانرجي واه صاحبي راه شنو هي وماتش احساس كبير عليك، احساس كبير والله الا انا ملي تيقول لي شي واحد راه كنبقى متمعان فيها تيقول لك تبارك الله عليك عرفتي تبارك انت قدوه ديالنا اه كلام كبير هذا. وهذا الشيء راه مزيان، هذا هو الهدف ديالنا دابا شنو تخلي الصوره ديالك تعاون اكثر ما يمكن في الدراري فهمتي. تخلي لاطراس خليها في كل شيء، خليتيها راك مزيان اش وصلنا حداك دابا راه هذيك لاطراس وحنا غاديين تنطراسو فيها نيت بصح
واش فهمتي ما فهمتينيش؟ يعني هذا هو الهدف ديالي انا، يا هو نخلي شي حاجه في الدومين بسميتي، على الاقل تكون سميتي معروفه بان حسن اكيد وكذا. عندك فورما، شوف سير بشويه عليك، راه عندك هي فورما تكون فاهمين. الا عندك عقلك عامر اوكي، عندك فورما وعقلك عامر تعاون به الناس، فورما تعاون به، راه عندك هي فورما راه سخانه فاريه، تجيك هي سخانه تريح بصح تحيد 5 كيلو كضحك، فهمتي؟ وتبقى من حاجه لحاجه، راك عندك هي فورما. انا تنقولها اي واحد تيتهز تلوح في يديه كتخرج في دورصو كتقد بومبا، راك عندك هي فورما، تفكر راه عندك هي فورما. انا تنقولها عندك هي فورما، راه حاجه بسيطه تطيحك والله القاسم، كتجيك هي سخانه ولا شحال كتبقى تلعب وهاد الدرسه وكتجلس، تجيك درسه ما تلعبش كومبيتيسيون، يلا ما يمشيش لك انا ولا لعبتي كتبريباري مع شهر. احنا راه ضعاف اصاحبي، ضعاف، خلي راس عامر تكون زوين، الراس يكون عامر يا سلام حلو واصح، اتليت وراس عامر زوين وجونتي والاخلاق كلشي زوين اصاحبي، كلشي غيولي يبغي يدير بحالك، كلشي تلقى ساكريس بامسد عنده 15 مليون في انستغرام بلا معيور لا مشاكل لا والو، اتليت اول اتليت عنده 15 مليون ما كيدخلش في مشاكل، بنادم متبعو حيت هو خلوق لايف ستايل ديالو زوين، كيلعب بطولات وتقيل تقيل فين ما كتشوفو كيضحك، وانت هكا كتشوفو كيضحك كيدخل الخاطر اصاحبي، واش فهمتي؟ وواحد اصاحبي كتشوفو مجوج ما هكا صاحبي وهي بوحدو صح، كتنتشر بوحدو اصاحبي، فهمتي؟ باغا يمشي يتهز. هضرنا على كلشي، هضرنا بزاف، هضرنا على كلشي، كنتمناو الصراحه يكونوا استافدوا من هذا البودكاست. شوف الا ما بغاوش سابليمنت فلوس الظروف، لعبنا على كلشي، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا البودكاست. الحمد لله في هذا البودكاست ديال الزوين خرجنا كلشي بيان سور، اي واحد يقن اي واحد تفرج في هذا الشيء يعني غيكون عارف شي حوايج ما كنكونش عارفهم، عرفتي كلشي، انا قلت لك كلشي، انا بطل قلت لك كلشي من هذه حتى لهذه حقيقه. ما تبقاش ها واحد اي حاجه وحده بلا ما تبقى تنفخ الدور ديالك، سير بشويه عليك انت راك عندك فورما مشكلة عارفين. السلام عليكم. السلام عليكم حيدر. شوف قطع.